ازرعه الآن ولا تنتظر أخي أختي حتى ينقرض، وحاول أن تتعهده بالرعاية الدائمة حتى يبقى معك حيا. وتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ونحن فعلا في أيامنا هذه نعيش ملامح ومظاهر قيام الساعة، ووضعنا وكلنا متأزم، والآلام في كل بلد وكل بيت، فلم يبقى لنا إلا اللجوء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فرددوا معي أحبتي وإخواني الكرام أخواتي: اللهم إن تبرأنا من حولنا وقوتنا ولجأنا إلى حولك وقوتك، فاللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. ونحن فعلا إخوتي نحتاج إلى العون والسند والمدد، والعون من الباري سبحانه. وإذا تركنا الله في هذا الوضع المتأزم بلا عون وبلا مدد وبلا سند، فنحن ضعنا ونضيع. ونحن في هذا الوضع ليس لنا إلا الزراعة، نعطي العمل للناس. فرسولنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يوصينا بالزراعة عند قيام الساعة: ولو قامت الساعة قم أخي الكريم وازرع، فالله يمنحنا الأمل وحب الخير للأجيال الآتية، ونحن لا نعلم متى سنموت. وحب العطاء والحياة بالزراعة وتمنحك الأمن والراحة النفسية. والله بالزراعة نعيش ونتنفس أنفاس الخير والأمل وننسى كل شيء. فأوصيكم إخواني أخواتي بالزراعة، لأن الصادق المصدوق أوصانا بها في أشد وأحلك الأيام وأقهرها، وهي قيام الساعة. هذا الصبار حصلت عليه من الخارج، وهو أصله من أمريكا اللاتينية، وهو من النوع الأحمر وليس به أشواك، ولكن حباته كبيرة مثل التين التقليدي. إذن يمكن زرعه في هذا الشكل. إذن يمكن أن نقوم بزرعه بهذا الشكل، لا نرد عليه التراب، نتركه هكذا ونقوم بزرعه في خلال فصل البارد، خلال فصل الشتاء نتركه هكذا، ثم بعدما تخرج له الجذور نقوم بتغطيته بالتربة. في الحقيقة التين الشوكي يتلائم زراعته مع كل الفصول، يمكن زراعته في أي وقت، في أي وقت يمكن أن يزرع، لكن حسب الوسائل والطرق التي تقوم بها لزراعته. في فصل الخريف والشتاء نفعل هذا الأمر بهذا الشكل، لكن في فصل ولا نسقيه، في فصل الشتاء نقوم بزرعه بهذا الشكل، لا نغطيه ونتركه حتى تخرج له الجذور، ثم نقوم بتغطيته حتى لا يتعفن، لأن في
الفصل البارد لا يتحمل التين الشوكي المياه الكثيرة والأمطار، يؤدي إلى قمت بتغطيته فيتعفن فنتركه هكذا. لكن في فصل الصيف يجب أن نقوم بتغطيته ونقوم بسقيه. إذن في الفترة الأولى والأرض الآن لا زالت جافة، لم تسقط الأمطار، يجب أن نقوم بسقيه. إذن طبعا نأخذ شيئا من منشط نمو ونضعه في الماء هكذا. ثم نقوم بسقيه بهذا الشكل. منشط النمو سيعمل على تسريع خروج جذور الصبار، سيعمل على تسريع نموه، ولا نقوم بسقيه مرة ثانية ولا ثالثة، نتركه هكذا بدون سقي. السقي يكون فقط في المرة الأولى، ولو كانت الأرض مبللة لما سقيناه، لتركناه حتى تخرج له الجذور. لكن ما دام أن الأمطار لم تسقط والأرض لا زالت جافة، لم تتلقى أي أمطار، فيجب أن نقوم بهذه العملية، ونحن طبعا في بداية فصل الخريف. إذن عندما نشاهد ونلحظ بأن هناك جذور بدأت تخرج بهذا الشكل، إذن عندما تخرج له الجذور نقوم بتغطيته بهذا الشكل عند خروج جذور الأولى، ونرد عليه التراب بهذا الشكل حتى تستمر الجذور بالخروج أكثر. إذن التين الشوكي الذي زرعناه هو شبيه بهذا التين الشوكي الأحمر، وهو صغير الحجم، وطبعا لا يتأثر بالحشرة القرمزية للبتة، لا تؤثر فيه أبدا، على عكس التين الشوكي التقليدي. إذا هذا التين الشوكي الذي لا يتأثر بالحشرة القرمزية، هذا حصلته على نوع الأحمر، ولكن فاكهته أكبر من هذه. إذا هذه فاكهة صغيرة ثم أنها مليئة بالأشواك، لكن الذي حصلت عليه ليس فيه أشواك، وكبير الحجم، شبيه بالحجم للتين الشوكي التقليدي لكنه أحمر. إذا التين الشوكي الأملس الذي زرعته هو هذا، طبعا لم يتأثر بالحشرة القرمزية لأنني أقوم بين الفينة والأخرى بمعالجته الحمد لله، لم يتأثر بالحشرة القرمزية. أراقبه دائما، كل أسبوع أو أسبوعين أراقبه، ثم أقوم بعلاجه بالعلاج الطبيعي. ومن أراد أن يعرف طريقة العلاج الطبيعي للحشرة القرمزية يعود إلى أحد الفيديوهات الذي قدمته في قناتي لعلاج الحشرة القرمزية عن طريق علاج طبيعي، يعود إليه. وسأضع لكم رابط الموضوع في صندوق الوصف.